واحد ياخذهم عايشهم ملجأ مالي تام والله العظيم. يعني مع المدام تتعارك وياهم يعني تقول لهم انتم شنو جايين؟ ما عنده هذه بس القميص مال اخوه صغير يجيبوه من الزباله الملابس العتيقه تذبها الناس يلبسوها. ام امير او زينب بنت الديوانيه، هذا المقطع انتشر لها مواقع التواصل الاجتماعي وهي تعرض جهالها الاربعه للبيع او التبني بدون مقابل، والسبب بسبب الحاله الماديه التعبانه اللي زوجها عافها بيها وهي ايضا مريضه. هذا الفيديو انتشر لها قبل تقريبا 11 او 13 سنه بمواقع التواصل الاجتماعي على احد القنوات الفضائيه. لما انطشت واشتهرت زينب بنت الديوانيه طلع على هذا الفيديو والناس قاموا يدورون بالمقاطع القديمه مالته. انا بوجهه نظري اشوف هذا الشيء مقطع عادي وطبيعي ولا يدعو الى الفضيحه ولا يدعو الى ان واحد يستنقص من عدها. هاي الغراض يعني يجيبوها من الناس، يعني الناس تصدق عليهم، يعني غراض تعبانة ينامون عليها، أكل ماكو، يلمون يعني هاي الخبز يبيعوا القواطي يشتروا لهم فش ياكلونه. أنا مريضة بكلات اثنيناتين، يعني دائما يقولوا لي على غسيل ويعني دوم نايمة، حتى علاج والله العظيم ما عندي فلوس أشتري علاج غالي. ابني مات يعني بقى هنا يعني 3 أيام 4 أيام، يعني ما عندي فلوس والله العظيم ما عندي فلوس ادفنه، يعني حاطته بس مقابلته وابشي علي لما صار يعني هيك يابس ازرق وحدي، ما عندي فلوس ادفنه والله ما عندي. بلك يعني واحد ياخذهم عايشهم من جمالي تام والله العظيم، يعني مع المدام تتعارك وياهم يعني تقول لهم انتم شنو جايين؟ ما عنده هذه بس القميص مال اخوه صغير يجيبوه من الزباله الملابس العتيقه تذبها الناس يلبسوها. كون طبعا جاني ابن عمي اليوم الساعة 3 بالليل يقول لي طلعينا خلنا نتفاهم، وانت هذا تسوينا غلط وشنو ظلين تنشرين، وانا راح ابطل من دوام بسببك وجماعتي يعيروني وجهالي يعيرونهم بالمدرسة، انا لو عندي شغلات مكسرة كمان هذا سقفي. شوفوا هاكم هذا سقفي، هذا سقفي، خلنا اراويكم البيت دقيقة طلوا وياي خلنا اراويكم بيتي. أنا طبعاً ما أراوي بيتي، ما أريد أحد يستعطف علي ولا من ذني دوراً يطلبون من العالم. هاكم هسه راح أراويكم. التواصل الاجتماعي لو تدرين احنا شو نسوي. شوفوا يا عمري انتو اش وقت ما يعجبكم تندلون بيتي، وحتى باب ما عندي بالشارع حتى يضايقكم وتردون الطبون، خاف ما افتح لكم الباب، خاف يضايقكم الباب، تدرون انتم بيتي ما بي باب ها، وش وقت ما تردون تعالوا الله طل الروح هاي والله ياخذ امانته، فاني ما خاف من تهديداتكم الي ها. ولو شايفة من عندكم محنة مأجرين لبيت يمكم أو معاملين نفس ما معاملين أخواتي اللي عدهن أم، ما وصلت للتواصل الاجتماعي آني، بس آني شفت ضيم من عندكم وهمال من عندكم. 6 سنين أنا قاعدة هنا ببيت وحدي أنام بالمستشفى يام وليالي، ما حد يوصلني للمستشفى، أشكال صار بي مواقف، حتى يعني طليقة أكل حقي، أكلوا فلوسي، اتكاتبوا وياي على قاع تجاوز، خلوني كل شهر ادفع لهم 200 وهي قاع تجاوز. ما شفت واحد من عندكم سندني، هل معقولة أني عندي أهل سانديني وأنا أظل بالتواصل الاجتماعي وشبعانة رزايل؟ معقولة أني هيجي؟ بس الهمال منين؟ الهمال من عندكم. أنتم لو مأجرين لي بيت ومسوقين لي ومعايشيني، ما فتحت بث ووصلت للتواصل الاجتماعي. من يهددوك وحقهم، ليش اهلي جاهم ولا مسوي لي بيت يمهم قاعدين يمهم ومصارفين علي؟ وصلت للتواصل الاجتماعي غير الهمال من عندهم، غير هم عايفين صار لي 6 سنين قاعده ببيت وحدي، لا مصرف لا يقولون خطيه بتنا، لا يسالون، لا يعني هم ما يقولون والله خاف هاي واحد يقشمرها بهالدنيا، خاف واحد يغرها بماده، يغرها بزواج، من عايفين واحد يستوكم صرتوا حنان، استوكم طلعتوا له صرتوا حنان علي، كان من عايفين انه وحدي ببيت وحدي، منين اعيش؟ ما قلت خطيها ايش تاكي ليش تشرب؟ ايام وليالي دخلت بجهال بالمستشفى واني نمت تمرضيت واحتاج الدم وما حد يتبرع لي، واشكال صار بيا مواقف، والله مرات اكل الخبز وشاي والفراس وانام، كان ما جيتوا بس هسه تستعارون
بس هسه عرفتوني وين كنتوا عني من عايفيني ببيت واحد ما محتاجين انتم، ما حطيتوا لي 100 متر بنيتوا لي يمكم وقعدتوني كلكم هيك تخافون عليه، ليش العالم ما مسوي البنات هيجي؟ انا بنتي يتيمه واحنا اعتبرينا اهلك، وانا حبيت سويت اختبار بسيط صغير قلت لكم اريد اروح لسليمانيه وحبيت اختبركم، اريد اشوف تنصحوني تحبوني صحيح، وفعلا انتم ما عفتوني وبقيتم سانديني، بس اكو كم واحد او كم وحده يعني هيك يعني كم وحده يعني كان صحيح يصعدن وياي يضحكن بوجهي كذب، واني هاي هي تركتين ونبقى انا وياكم، حب كبير لكم يا عمري. طالعة من الطريق وزينب هيج، انا من اريد اسوي شي ما خايفة من احد، لا من عدكم ولا من احد، بس انا استحي من رب العالمين، اذا اريد اسوي شي ما حد حاط سيف على رقبتي ولا واحد الا شغلة بي ولا واحد مطيني، بس والله استحي من رب العالمين اسوي شي غلط. فكافي كافي مللت العالم كافي، عندني نزلن عليه فيديوهات شبع عن رقص وشبع عن سجون، وهسه قامن يطلعن سوالف على اليمن على زينب عافن العالم كلها، وقامن ما عتن سالفة بس زينب يسولفن، تتنوع عن الماضي كان الاول، شوفن الماضي كان الاول وبعدين نزلن على زينب، شوفن الماضي كان شوفن صور كان القديمة وبعدين تعال نحكن على زينب، زينب هيك وزينب هيك، نوعا ماضي كان نوعا صور كان القديمة، شوفن وين كنتن انتن وبعدين تعال نشوفن زينب، شوفن اخطاء كان القديمة شنو، بعدين تعال نوعا زينب. خلصنا من الحكي والتنمر وبعد ما خلو بعد شنو من شغلة يقولونها على زينب، هسه كل ساعة يقولون بدلي تراكج، ها حبايب قلبي هذا التراك مو بس واحد اشتريته، مشترية ثلاثة نفس الشي، هذا واحد هذا شوفوا هذا واحد هذا تراك وهذا الثاني اثنين هذا واحد وهذا واحد، هاي ايش قصارن لا اثنين، وهذا واحد لابسته ثلاثة، وهذا واحد أربعة، أربعة تراكات نفس اللون، اجني هدية ذني أربعة تراكات نفس اللون، فلا تظلون كل ساعة ها بدلي تراكج ها بدلي تراكج ذني أربعة نفس اللون. هاي ناس الطبع على حساب مالتي يصيحون انت تجدين تفتحين بثوث على مود تجدين، ترى انا حتى جولات ما العب، حتى جولات ما العب، حتى ورد ما ادز ما قلهم دزولي، حتى تكبيس ما يوم قلت الواحد كبس لي، فعيب عليكم عيب عليكم وانت تطبون وتكتبوا لي هيجي. ثاني شي تقولوا لي زينب انت ايش قد عندك فلوس وتسوين عمليات تجميل، انا اسوي اعلانات للناس، انا ما ادفع ولا فلس، اسوي ترويج على العيادات ويسووا لي تجميل، فما ادفع ولا فلس، عيب طبون علي وتتجاوزون وانت تجدين، لا منزله فيديو قلت لكم تعالوا ساعدوني ولا قلت لكم كبسولي، يعني حطوا الله بين عيونكم، هذا شهر رمضان كافي، والله مللت العالم، الله لا يوفق لي يسوي هيك.